أقامت سفارة مملكة البحرين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، وذلك بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. وأقيم الاحتفال وسط أجواء مميزة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. احتفلت سفارة مملكة البحرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالأعياد الوطنية البحرينية في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة ووزير الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. حقيقة اليوم هو يوم عيد كبير علينا، احتفلنا فيه واحتفلوا فيه أهل الإمارات معانا، وإحنا دائما وجودنا اليوم في الإمارات يعني في الأمس احتفلنا بعيد الإمارات في شهر ديسمبر، هذا الشهر يعني اللي يعد شهر أفراح للجميع، واليوم أهل الإمارات احتفلوا معانا وشاركونا احتفالنا، وعلى رأسهم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة والحضور. كما أكد سعادة السفير في كلمته بهذه المناسبة العزيزة على مكانة البحرين والإنجازات والنجاحات التي حققتها المملكة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل قيادة جلالة الملك المعظم ودعم ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتضمن الحفل رقصات وفلكلور شعبي بحريني وإماراتي يؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. حقيقة احنا نفخر بأن احنا موجودين في الإمارات، والإمارات اليوم احنا دائما قلبا وغالبا معهم، نسير في مركب واحد، خططنا موحدة على المستوى القيادي وعلى المستوى الشعوب في جميع المجالات. أشكركم على الحضور اليوم وأشكركم على هذه التغطية، وأتمنى إن شاء الله الله يديم هذه الأعياد الأفراح على مملكة البحرين وعلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، وكل عام وأنتم بخير. احتفال يؤكد ما يربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة من علاقات أخوية عميقة وروابط وثيقة أساسها الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك والتاريخ الواحد والتطلعات والرؤى المشتركة في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية. لتلفزيون مملكة البحرين، دانا أحمد، أبوظبي.